هذا الاحتمال الاول وهذا الحل الاول، تفاهمنا. الحل الثاني واللي هو قليل اللي كيكون عنده يعني الدليل والحجاج والبراهين، اهلا وسهلا، السلام عليكم ورحمه الله، تحيه طيبه للجميع وكذلك بدايه اسبوع موفقه ان شاء الله. غنجاوب هذا السؤال ديال هذا الاخت الكريمه، كتقول انا كنتسنى رساله ديال الموعد ومقبله على الزواج يعني قبل ما يجيها الموعد، وكتسول شنو هما الاجراءات وشنو خصها دير، واش مثلا خصها تعلم القنصليه، واش خصها تعلم كنتاكي، واش غير تزوج وتتمشي نهار المقابله هي وراجلها، او لا طلبت تفتح الدي اس تزوج طلبت تفتح الدي اس وتزيد راجلها ويمشيو بجوج يدوزوا المقابله، او لا شنو هو الاجراء اللي خصو يدار في هذه الحاله هذه. فهاد الحالات هادو صراحه كانوا كيتكرروا بزاف الاعوام الماضيه، لكن هنا رجاء كاين جوج ديال الاحتمالات. الاحتمال الاول هو انها ما تزربش ما تزوجش، تمشي تيجيها الموعد، تمشي تدوز هي المقابله ديالها بخير وعلى خير، ومن بعد تزوج، غير تاخذ الفيزا ديالها من بعد تزوج، ما كاين حتى مشكل مادام هي الابليكانت هي الفائزه، وديك الساعه تجي هي هنا لامريكا، ومن بعد عام ولا تدفع لها من الشمل لراجلها بالجرين كارد. هذا الاحتمال الاول وهذا الحل الاول، تفاهمنا. الحل الثاني واللي هو قليل اللي كيكون عنده يعني الدليل والحجاج والبراهين على ان ذاك الزواج حقيقي، اذا هذه السيده مادام هي الفائزه هي الابليكانت وباغا تجوج بهذا السيد، واش عندك يعني سؤال دابا انا كنسولك، اذا كانوا عندك انتيا واش عندك دلائل، عندك البراهين، عندك الحجاج الملموسه على انك تعرفي داك الشخص اللي غادي تجوجي به، باش انك تقدري تجوجي دابا قبل ما جاك الموعد على حساب الرقم ديالك، ما عرفناش الرقم ديالك شحال، باش نعرفوا فوقتاش غادي يجيك الموعد. يمكن لك ديك الساعه الا كانوا عندك دلائل والحجاج والبراهين اللي هما تصاور ديالكم قبل ما تجوجوا الخطوبه، عاد خصكم تصور ديال العرس لان انت قلتي عاد غادي تجوجوا، ميساجات رسائل نصيه في التليفون الواتساب الفيسبوك الى اخره، هادشي كامل خصك تطبعيه وتديه معك كاثبات يوم المقابله. هنا ممكن تطلبي مثلا تجوجوا تطلبي فتح الدي اس وغادي تزيدي معك الزوج ديالك، يعني تعمر ليه حتى هو هاد الاستماره ديال الدي اس، باش غير يجيك الموعد غادي تمشيو بجوجكم غدوزوا الفحص الطبي وغدوزوا المقابله بجوجكم. هذا من جهه، مفهوم الاخت الكريمه؟ وكذلك جوابا حتى الاخوان اللي عندهم هذه الحاله ولا اللي ناويين يديروا هذه الحاله، لان انت فاش سجلتي نهار الاول سجلتي عازبه، وفاش عمرتي الدي اس عمرتيه انك عازبه، دابا غادي تغيري الحاله العائليه ديالك، يعني غتنتقلي من عازبه المتزوجه. اذا هذا الحل الثاني ممكن، ولكن بشرط يكون عندك دلائل، خصك تقنعي ضابط او ضابطه الهجره على انه انت كتعرفي ذاك السيد وهو كيعرفك معرفه حقيقيه، يعني تبين ليه وتقنعو انكم مزوجين زواج حقيقي ماشي زواج مصلحه، تفهمنا دابا الاخوه. وباش تقنعو تجيب له التصاور ديالكم، كنتم مصورين بعضياتكم خارجين مقهويين مسافرين سياحه الى اخره، تصاور كتبت انكم كنتم عارفين من قبل مثلا كاع من هذا 2024. كذلك شي محادثات شي ميساجات نصيه يعني في نماريكم واتساب الى اخره، كيكون التاريخ باين التاريخ، فوقتاش صفت لك ميساج، فوقتاش صفت ليه ميساج الى اخره، هادوك خصك تطبعيهم، تمشي تابريميهم سكرينيهم ولا المهم وسيري طبعيهم، المهم كولور ولا عادي ولا يكونوا عندك. اكثر من هذا تصور الخطوبه، اكثر من هذا تصور العرس، لانه كون اكيد غيعرفوكم انكم يعني زواج تزوجتوا بعد ما بانوا النتائج ديال القرعه. تفهمنا اختي الكريمه؟ اذا كانوا هذا الشيء عندك طلبي فتح الدي اس زيدي الزوج ديالك، لانه كون اكيد خصك هذا الاجراء هو اللي خصك ديري، تزيدي في الدي اس باش يمشي يدوز معك الفحص الطبي والمقابله نهار غيتوصلي بالموعد بحول الله. صافي تفهمنا؟ اذا اللي عنده نفس هذه الحاله هذه
هادو هما جوج الحلول. ما كانش عندك اختي الكريمه، نرجع ناكد عليها عاوتاني، لان باش ما يقولوش راه ما قلناهاش، ما كانوش اختي الكريمه عندك الدلائل والبراهين على هاد الهضره اللي قلت لك دابا. ما تغامريش وما تزربيش، لي هادشي اللي نتوما مزروبين غادي تزوجوا دابا، ممكن تصبر تفاهموا بعضياتكم، تصبر حتى تدوزي المقابله ان شاء الله بخير وعلى خير وتزوجوا، ما عندكمش نهائيا ديك الساعه المشكل. وغيبقى ديك الساعه المسطره ديال 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 لم الشمل، هذيك كتاخذ شويه ديال الوقت، هذيك راه ضروري شويه ديال الوقت، يعني من عامين لفوق، عامين، ثلاث سنين، اربع سنين، خمس سنين، تشوف اش من مده، اش من عام غادي تطريطا الملف ديالكم. صافي تفاهمنا الاخوان، اللهم كما كنقولوا هذه ما اللي تخليك خليها، صبروا على 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 راسكم كما كنقول. هذا من جهه. ندوزو لواحد السؤال. البارح شي اخوان يعني في الجواب على الرسائل الخاصه، كيقول خويا كمال واش ضروري زعما انسان مهاجر جديد خصو يجي تما هنا مثلا لامريكا خصو يشري طوموبيل بصيغه اخرى، واش زعما طوموبيل شي حاجه مهمه هنايا في امريكا، تكون عندك طوموبيل وانت مثلا الله جيتي جديد، ولا بالنسبه للمهاجرين، حنا نهضروا بالنسبه للمهاجرين جداد. فإلا جاوبنا على جواب ديال واش الطوموبيل مهم هنايا في امريكا، بطبيعه الحال جواب نعم، نعم الطوموبيل راه غادي تسهل عليك بحالها بحال 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 كما نقولوا المستضيف. وهنا راه الطوموبيل يعني كتبقى معك على طول، ماشي بحال المستضيف راه كيبقى معك واحد المده، اما الطوموبيل راه كتهزك بحال بحال كما نقولوا بحال مرتك. واخا في هذا الزمان دابا قليل العيالات كيهزوا الرجال، وقليل الرجال كيهزوا العيالات. anyway يا الاخوان غير مجرد نضحكوا شويه وصافي. الطوموبيل مهمه الاخوان هنايا، لكن بالنسبه لواحد مهاجر جديد انا غادي نشرح لكم. مثلا نطلق انا مثلا نقولوا شخص عازب جاء اول مره، راه ماشي بالضروره خصو طوموبيل اول ما جاء خصو يشري طوموبيل، غير هو ما نقولكش ما غاديش تكرف شي شويه. علاش؟ لان اول حاجه ما عرفناش اش من ولايه غادي تمشي، هذاك المدينه اللي غادي تكون فيها واش المواصلات يعني قرابين لك، يعني كنهضروا على مثلا الصابواي ولا الطوبيس ولا يعني الوسائل النقل اللي معروفه عموميه يعني سهله تلقاها، ما كنهضروش على اوبر ولا على ليفت ولا شي حاجه هكا، هذوك يعني راك غادي تخلص فلوس، حنا كنهضروا على الاخر تخلص، ولكن داك الشيء اثمنه رمزيه. اذا اذا كانوا متوفرين هاد وسائل النقل، يعني ضرب حسابك ديما خصك تضرب الوقت ديال داك مثلا الطوبيس وقتاش كيدوز، الصابواي فوقتاش كيدوز الى اخره، عاد زيد ضرب الحساب على حساب السكيدجول ديالك انت ديال الخدمه ديالك، يعني على حساب لومبلوا ديالك ديال الخدمه ديالك، واش كتخدم بالليل، واش كتخدم بالنهار، واش كتخدم تمشي في العشيه، واش تمشي الصباح بكري، واش يعني خصك انت ديما ضرب الحساب ديالك. خصني ساعه ولا ساعه ونص ولا حتى ساعتين خصني نفيق قبل باش الله نبريباري راسي ونوجد راسي باش نمشي للحق طوبيس ولا للحق صابواي ولا للحق تران ولا المترو ولا شي حاجه هكا. تفهمنا دابا الاخوان. حاجه اخرى كيقول لك نقدر مثلا نسبق موتور ولا نسبق بيكالا ولا نسبق من بعد وندير شي حاجه، حتى هذا حل ممكن، ولكن على حسب المدينه فين غتكون انت والجو ديالها كي داير والبعد من السكنه ديالك للخدمه اللي لقيتي. كيلعبوا دور مهم، زيد عليها الجو. هانتوما لاحظتوا مثلا الا عطيتكم غير هانتوما شفتوا البارح والسيمانه اللي فات الجو ثلج وبارد الحال. اذا مثلا نعطيكم مثال، انا كنضرب مثلا نص ساعه المكان ديال الطريق، الا ما كانش عندي الطوموبيل واش غنديرها بالموتور؟ غنتكرفس والثلج وبارد الحال، كي غادي ندير؟ واش غنضرب انا نص ساعه هذه نص ساعه بالطوموبيل بالموتور؟ ما غاديش تكفيني نص ساعه وبارد الحال واليامات ديال الشتاء، كي غادي ندير؟ اذا ما صالحليش انا الموتور. مازال كون كانت عندي الخدمه قريبه ليا نقول ممكن، ولكن غنتكرفس. انا قلت لكم مثلا الجو كيكون الثلج والبرد والسفزوفي، كي غادي ندير؟ ثاني حاجه مثلا سكيدجول ديالي انا، الا كان مثلا بالليل ولا الصبح بكري ولا شي حاجه ولا، فهمتوا دابا الاخوان علاش نرجعوا علاش انه طوموبيل من الافضل ديرها سواء كنتي عازب او لا كنتي متزوج. لكن الا كنتي متزوج راه غتنفعك مليون في المية، باش نقول لكم اللي كاين.
لان علاش كتحتاج طوموبيل في التقضيه، كتحتاج مثلا غتمشي تسافر لشي بلاصه، راه انت مثلا امرتك ولادك الا مشيتي في الترونسبور داكشي اللي غادي تخسر في الترونسبور كثار اكثر من داكشي اللي غادي تخسر في الغاز مثلا الا كانت عندك طوموبيل. فهمتوا دابا الاخوان؟ يعني كاين مزايا كبيره ديال انه تكون عندك طوموبيل. ولا عقلتوا على داك الشيء كنت كنقول لكم اودي غير جيبوا معاكم الفلوس بزيد، حتى الا شاطركم هنايا الفلوس راه غتشري بها طوموبيل. ما كنقول لكمش غتمشي تشريها بالكريدي ولا تشريها بالاخر ولا تشريها على جهدك نتايا، راه كاين طوموبيل 2000 دولار 3000 4000 5000 المهم غتبدا بها. غير المهم راه لي زومبان غيبقاو يكونوا عندك، يعني طوموبيل قديمه طوموبيل ديال 3000 ولا 4000 راه ضروري غيكونوا لي زومبان. كل مره غتمشي للميكانيسيان يعني ضرب عاود حساب كل هاد لي شارج ديال 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 الميكانيسيان. صافي هنايا اذا جوابا على هاد الاخوان اللي كيسولوا واش طوموبيله مهمه، فراه مهمه الاخوان هنايا تكون عندك طوموبيل، لان غتسهل عليك بزاف ديال الامور الاخوان، تسهل عليك التنقل. ما كنتي خدام بالليل بالنهار بالشتاء بالثلج بس في الصيف اي وقيته كتخرج ديرها مارش سير. اكثر من هكا كتسهل عليك خدمه الا بغيتي تخدم خدمه الاولى والثانيه والثالثه، يعني يكون عندك جوج خدامي اولا ثلاثه الخدامي كتسهل عليك الامور، يعني تسالي من هذه الخدمه كتخرج ديرها مارش سير للطوموبيله الاخرى، عكس الا ما كانتش زعما سير للخدمه الاخرى. الا ما كانتش عندك طوموبيل وبغيتي دير خدمه ثانيه غتكرفس الاخوان. غنقول لكم نجيكم التالي غتخرج من هذه الخدمه وتسالنا الطوبيس وقتاش يجيك وسير بعدا المحطه الطوبيس فينا هي ولا سير المترو. هذا الشيء انا كنقول لكم على حساب فين راك، فين مدينه راك، كي داير وسائل النقل تما، واش متوفره ولا لا ولا. راه كاين شي اخوان يعني ساكنين غير كما انا شتي، انا ساكن في كومبلكس وسط الغابه، غير باش نخرج للمحطه الطوبيس خصني نمشي، الا مشيت على رجلي خصني تقريبا نص ساعه باش نخرج الشارع الكبير فين نلقى المحطه ديال الطوبيس. تفاهمنا؟ عكس واحد مثلا في الداون تاون مثلا في نيويورك ولا خلاص راه الصابواي موجود، ترانات موجودين، طوبيسات طاكسيات كل شيء موجود، كل شيء متوفر. ولكن بعد الولايات وبعد المدن راه بعيد 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 عليك مثلا باش تلقى الطوبيس ولا 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 تران ولا سميتو ولا صابواي ولا شي حاجه هكا. فهمتوا دابا الاخوان؟ اذا رجاء النصيحه اخويا اللي قدر، حنا راه ما كنبزوش ولا غير كنشرح لكم دابا، ما عرفتش انا شي بعض المرات اخوان كيقول لك انا غير كنشرح لكم الاخوان، انا عارف الحاله والوضعيه الماديه ديال كل واحد اللي يحسن العوين، اللي ما عنده شويه عنده بزاف واللي ما عنده بزاف عنده شويه، الظروف ديال كل واحد ربي اللي عالم بها. مي غير كنقول لكم الا استطعتي والا قدرتي والا لقيتي منين غتدبر وتجيب شويه ديال الفلوس معاك بزايد بزايد زايده، مثلا كنتي غتجي معاك واحد 3000 دولار زيد شي شويه زيد واحد 1000 ولا 1500 دولار وجيب معاك 5000 دولار، كنتي غتجي معاك 5000 دولار وانت عندك العائله زيد واحد 2000 دولار وجيب معاك واحد 7000 ولا 8000 دولار وهي غاده. لان انا متاكد هنايا متاكد مليون في المية والاخوان اللي هنا في امريكا عارفين هادشي، والله الفلوس ما يردوك في الندام. انا قلت لكم اضعف الايمان راك غتشري بها طوموبيل، اضعف الايمان غتمشي تكري غتخلص الديبوزيت واحد شهرين ولا ثلاث شهور ولا شهر هي القليله، اضعف الايمان غتشري المويعنات وتشري علاش تنعس وتشري المسائل ديالك، اضعف الايمان غتخليهم سكور لا قدر الله مرتي جلستي من الخدمه ما خدمتيش تلقى باش تخلص الكرا تلقى باش تصوفي راسك ما غاديش تولج لشي واحد هنايا. فنتمنى الاخوان يعني كنقول لكم هذا الشيء زعما من القلب وهذا الشيء كنعيشوه، ماشي كيقول لنا شي واحد، راه انتم معنا دابا يوميا كنعاود لكم نص تقريبا راه من التجربه الشخصيه ديالي عاد تجارب ديال الاخوان الى اخره. فنتمنى التوفيق للجميع الاخوان، الله يسهل الامور على كل واحد، نتلاقاو ان شاء الله في فيديو قادم ان شاء الله. السلام عليكم.